التطبيق السادس هو العفة في مباشرة الحاجات الأساسية المشروعة. الله سبحانه وتعالى سخر لعباده كثير من الموارد ورزقهم من الطيبات أنواعاً من المشارب والمآكل وأصنافاً من الأمتعة والملابس، لكنه عز وجل وجههم إلى الاقتصاد وعدم الإسراف والتبذير في قوله عز وجل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا ولا تسرفوا. تسرفوا جميل إنه لا يحب المسرفين. في جميل الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما صلى الله عليه ملأ آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. في هذا الحديث طبعا يعني أقوال لكثير من العلماء، جميل منهم مثلا مثل قول ابن عباس الله عنه، يقول الله يقول ابن عباس: أحل الله في هذه الآية الأكل والشرب ما لك ما لم يكن سرفا أو مخيلة، فأما ما تدعو الحاجة إليه وما سد الجوع وسكن الظمأ فمندوب إليه عقلا وشرعا لما فيه من حفظ النفس وحراسة الحواس. وقيل: في قلة الأكل منافع كثيرة، منها أن يكون الرجل أصح جسما وأجود حفظا وأزكى فهما وأقل نوما وأخف نفسا، وفي كثرة الأكل كظ المعدة ونتن التخمة ويتولد منه الأمراض المختلفة، فيحتاج من العلاج أكثر مما يحتاج إليه القليل من الأكل. طبعا المقصود أن العفة والاقتصاد في تناول الحاجات الأساسية مطلوب شرعا وعقلا، وهذا يثمر طبعا صحة في الأبدان وسلامة في الأذهان واستعداد النفس لعبادة الرحمن. والموضوع في هذا يطول. Thank you.